بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا جهاز الـ A04E الـ A0240. هذا الجهاز سوف نقوم بشرح خطوط الشحن الخاصة بهذا الجهاز. إذا سوف نقوم بالبدء بالبوردة السفلية هنا كما ترون، وهذا هو الكونيكتور الخاص بالشحن كما ترون هنا بالأحمر، فهو البوزيتيف يعني البوزيتيف، وهنا الأبيض فهو نيجاتيف كما ترون هنا. إذا سوف نقوم بتتبع خط البوزيتيف والذي يمر عبر هذا المكون الموجود هنا، ثم إلى هذا المكتف إلى هذه النقاط، ويمر إلى الوجه الآخر للبوردة، ثم يأتي إلى الكونكتور هنا. أما بالنسبة لخطوط الداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف كما ترون هنا، USB داتا ماينس يعني نيجاتيف، هذا بوزيتيف، ثم USB CC1. فهذه الخطوط كما ترون فهي موجودة في هذا المكان هنا. ثم نذهب إلى هاته النقطتين الموجودتين هنا. أما بالنسبة للداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف فهما يوجدان في هذا المكان الموجود هنا. أما USB CC1 فهو موجود في هذه النقطة الموجودة هنا. ثم كما ترون فداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف فهي تأتي أيضا إلى هذه المقاومتين الموجودتين هنا. كما يمكننا أن نرى هنا كما ترون خطوط الخاصة بالمايك كما ترون بالأصفر والفيولي، هنا تمر من هذين المكونين عبر هذه النقط إلى الكونكتور الخاص بالخاص الذي يقوم بربط البوردة السفلية إلى البوردة العلوية. كذلك بالنسبة للسبيكر، سبيكر بوزيتيف ثم سبيكر نيجاتيف يمر عبر هذه الخطوط، ثم يذهب إلى هنا كما ترون. أما بالنسبة للبوردة العلوية فالكونيكتور الخاص فهو ينطلق من هنا كما ترون. هذا الخط الأحمر فهو البوزيتيف، يمر عبر هذين النقطتين تيست، ثم نذهب إلى خلف البوردة عبر هذين المكونين إلى الـ OVBM كما ترون IC، ثم إلى هذين المكتفين وإلى IC الشحن، ثم هذا الفيباس، ثم ينبثق عنه الفيبات والذي يمر كذلك بهذه النقاط الموجودة هنا، ثم يذهب إلى البطارية في الوجه الآخر عبر هذه النقاط التست بوينت، ثم داتا ماينس وداتا بوزيتيف كذلك تذهب إلى خلف البوردة عبر هذين النقاط، ثم إلى هاتين المقاومتين، ثم إلى IC البروسيسور. وكذلك بالنسبة للبطارية هنا كما ترون بالنسبة للبات ID والبات ON، فالنقاط المتصلة هنا كما ترون، ثم نقطة التست بالنسبة للبات ID وهذه البات ON، ثم مرورا إلى هنا إلى IC الباور بالنسبة للبات ON، وإلى IC البروسيسور بالنسبة للبات ID.